نرتب اعلاميا مع الداخليه في الدوره الرباعيه اللي الله اعلم حتى هذه اللحظه مين هيكون اطرافها، يعني الانديه حتى لخبطتنا وما بقيناش عارفين نتوقع شيء. يعني ناس تقول لك في المجموعه الاولى الاهلي وسموحه، بس الاتحاد السكندري فاجئنا وتقدم بخطى ثابته جدا. المقاولين النهارده عنده 26 نقطه وماشي قطر ما شاء الله، ما تقدرش تقطع بشيء. تروح المجموعه الثانيه كلام كان بيقول انه الاسماعيلي والزمالك، فاجئونا النهارده بتروجيت امبارح كسبت الزمالك وصعدت لمنطقه في منتهى القوه. خلينا نتابع اللقاء كمان الرائع ده، لانه كان لقاء دسم ومليء بالاهداف. لقاء المقاولون العرب ومصر المقاصه اللي قدر الحقيقه المقاولين العرب النهارده يمطر مصر المقاصه في الشوط الاول باربعه اهداف، وده شيء غير مسبوق اعتقد هذا الموسم وحتى المواسم اللي فاتت، ان فريق يحرز في فريق اخر اربع اهداف في شوط واحد. شفنا من لحظات هدف لمحمود عزت في الدقيقه 5 من بدايه المباراه. مقاصه في الشوط الاول كان متراجع بشده، يعني مش قادر احلل او اعرف. بكره اكيد واحنا في يا مساء الانوار يا حصاد الاسبوع هنتكلم مع الكباتن الكبار بكره وهنحكي في الاسباب والحكايات والروايات. ده الهدف الثاني ايضا للمقاولون العرب، احرزه ايضا محمود عزت في الدقيقه 20 في منتهى الجمال، رفعه متقنه طلع محمود عزت وهو بيجيد العاب الهواء، لاعب شهير بالعاب الهواء محمود عزت الحقيقه، وبعدين حطها في العارضه وكل بيتفرج عليه، ضربت في العارضه ودخلت تتهادى. يعني ضربت في العارضه ورجعت لمحمود عزت حطها، محدش قرب له. وبيواصل فريق المقاولين العرب ضغطه وهجمه من ناحيه الشمال، حب ان هو يتهيألي ورن للجول كيبر انه يرفعها وحطها بقلشه. اتصور ان هو حاجه زي بتاع جورج ويا والحاجات العاليه دي، اتصور ان ده قصده، اتصور ده علي فتحي. لو معاكم تليفونه كلموه نسأله هل هو كان قاصد، لان دي لعبه خبيثه في كره القدم. هو بيبين للحارس ان هو هيرفع بشماله، خلي بالك اخد وان تو حلو قوي، هو هنا بيوري للحارس ان هو هيرفع وقام حاططها في الضيق. هل هو يقصد دي ولا قلشت منه، ولا هو من الاول واخد القرار بالتسديد وما حبش يتخابس على حارس المرمى؟ لعبه مهمه فيها فنيات عاليه قوي بيشتغل فيها انكل القدم. لو كان اشتغل الله اعلم. تقدم كده المقاولين العرب 3-0 لغايه الدقيقه 25. المقاصه على فترات نادره كان بيحاول يوصل لمرمى المقاول العرب، ولكن كان وصول ضعيف جدا وما عودناش عليه فريق مصر المقاصه الحقيقه. يعني مصر المقاصه مع الكابتن طارق يحيى الحقيقه قدموا كرة جميلة وقدموا مواسم مذهلة. السنة دي مصر المقاصة ما زال في مركز جيد جدا، في المركز الخامس برصيد 23 نقطة. لو كان كسب المباراة دي كان بقى عنده 26 نقطة دخل رابع. ولكن الأداء النهاردة لازم الكابتن طارق يحيى يعني يبحث هدف الرابع قدامنا بيحرزه اللاعب محمد فضل. لازم الكابتن طارق يحيى يبحث مع جهازه أسباب انهيار الشوط الأول بهذا الشكل الغريب على فريق بحجم مصر المقاصة. في الحالات اللي زي كده طبعا بيبقى المدير الفني في حالة صدمة لما بيتهزم بأربع أهداف في شوط واحد، عملية بتبقى بالنسبة له صاعقة، بيبتدي عنده أفكار كثيرة جدا ومشتتة للغاية. ولكن المدربين الكبار بيتمسكوا في اللحظات الصعبة. والشوط الثاني اختلف بشكل كبير عن الشوط الاول، وده اللي بيدعونا اكتر للتساؤل. ليه مصر المقاصه ما كانتش على هذا الحال الشوط الاول؟ وليه استسلمت هذا الاستسلام اللي منيا من خلاله مرماه باربع اهداف؟ بدا يعود مره ثانيه مصر المقاصه في الشوط الثاني، وفي الدقيقه 59 بعد هدف ضائع للمقاولين العرب
يعني كان ممكن النتيجة كانت تبقى 5-0، خلي بالك يعني، يعني مش ممكن، هدف لا يضيع لا يضيع لا يضيع. بدأ يفوق نسبيا فريق مصر المقاصة، ومن هجمة منظمة أحرز منها اللاعب حسين حمدي الهدف الأول. يا كابتن محمد رضوان، مساء الأنوار. مساء الأنوار يا كابتن مدحت. يعني أنت تصوم تصوم ثم الفطار دسم للغاية يا أبو كباتن. ربنا يخليك كابتن مدحت. يعني قول لي النهاردة ما شاء الله، يعني المقاولين العرب نقدر نقول فتح الرابع خاصة في الشوط الأول، ومع بدات الشوط الثاني عندك هدف خامس مؤكد. سيناريو المباراة من وجهة نظرك كيف كان على أرض الملعب يا كابتن رضوان؟ والله يعني يعني الحمد لله يعني أدأنا باستمرار، وحضرتك دايما كابتن مدحت بتشيد بأداء المقاولين العرب باستمرار، ولكن يعني انت عارف ليلة خبرة ولادنا الشباب، وأحيانا بيبقى سوء حظ يعني ما بتقدرش تترجم كل الهجمات بأهداف زي ما حضرتك كده تفضلت وقلت. يمكن بداية الشوط الثاني كان الهدف الخامس، واحنا احرزنا الشوط الاول 4 أهداف وأضعنا زيهم تقريبا، ولكن بنقول هي دي كرة القدم. بنحترم طبعا الفريق المنافس، فريق المقاصة عندها كوكبة من اللعيبة الممتازة، خبرات كبيرة جدا، مدير فني على مستوى عالي جدا الكابتن طارق. حفظنا وذاكرنا يعني المقاصة آخر مباراتين، واللعيب وصل للمباراة عارف دوره بشكل كبير جدا، وكان عندنا هدف وهو اللعب دايما على الثلاث نقاط. البداية كانت موفقة جدا، ولكن انت عارف بقى اللعيب المصري وخاصة لما يبقى لسه يعني صغير، لما شوط اول فرقة كبيرة زي المقاصة 4، اكيد طبعا بيبقى فيه شيء من التراخي، حس ان خلاص المباراة بقت في 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 جيبه، عشان كده حصل اخطاء وجي فينا هدفين. يعني النهارده انت يا كابتن رضوان في المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 17 مباراة، باقي ليك 3 مباريات، هل تتصور ان انت ممكن عندك فرصة في احد المركزين الاول او الثاني؟ اكيد طبعا، طالما في امل يا كابتن مدحت بنلعب على هذا الامل. يعني يمكن هدفنا لهذا الموسم والكل يعلم ان احنا نعد فريق يعني من ابناء النادي صغار السن، اللي من خلاله نقدر يعني ننافس كده على البطولات ال10 سنوات القادمه ان شاء الله. وما بتشتروش اعتقد، ما بتشتروش تقريبا يعني؟ لا احنا ما اشتريناش، احنا يمكن النادي الوحيد اللي اشترينا اقل نادي اشترى 5 لاعبين اول الموسم، والنادي الوحيد اللي ما دعمش في يناير باي لعيب، ولكن تدعيمنا كله من ابناء النادي. فيعني احنا ماشيين في خطين متوازيين، بنعد الفريق من ابناء النادي صغار السن، وبنحاول ننافس. حضرتك تعلم اني يعني الحمد لله تسلمت المهمة والفريق في نص الموسم الماضي، وكان عندنا بونت واحد بس ومتزايلين الجدول، ويعني يعني كنت بتصارع من تأنقذتهم من الهبوط يا كابتن رضوان بوضوح شديد يعني. بوضوح يعني. البداية السنة دي انا شايف ان هي بداية كويسة، بداية قوية جدا ان شاء الله، وطموحنا لا حدود لها كابتن مدحت. طبعا طبعا، طالما في امل ان انت بتكمل وتنافس ليه لا ان شاء الله. يعني بتمنى لك كل توفيق يا كابتن رضوان، تستحق كل تقدير الحقيقه على ادائك الفني الرائع للغايه. ربنا يخليك كابتن مدحت. شكرا. مساء الانوار يا كابتن، ربنا يخليك. يا علي يا فتحي، مساء الانوار. كابتن ناصر، ازي حضرتك؟ ازيك يا علي، ازي صحتك؟ الحمد لله كابتن طارق، وبرحمتك ايه؟ ربنا يخليك. انت عارف ان انا يعني ايه بلعب بكعبي وبوش رجلي وبجنب رجلي، فانا عايزك بقى تقول لي بصراحه الهدف اللي انت جبته، لانه هدف فيه بعض الخبث، هل انت حبيت تفهم الجول كيبر ان انت ترفع بالعرض واديتها قلش عشان تحطها، ولا انت مسدد بصراحه ووضوح، ولا انت عايز ترفع وقلشت منك؟ قول بصراحه. لا كابتن، اولا طبعا بقول لحضرتك الف مبروك على البرنامج طبعا. ربنا يبارك فيك يا علي. لا والله كابتن، هو بص انا عملت وانت حتى مع رز وكنت شايف فضل قاطع الناحيه الثانيه، فانا أيوه. انا كنت هعملها بالعرض بس حسيت ان الجون يعني طالع لبره شويه، فطبعا يعني حطيت وش رجلي في الجون والحمد لله راح كويس يعني. يعني انت حطيته، انت كنت في نيتك ترفع
فلمحت الجون متقدم شويه، فرحت حاطط وش رجلي يعني. ده وش رجلك بقى رباط الجزمه ولا وش رجلك الخارجي؟ لا الخارجي. الخارجي، ما دي حاجات دي خلي بالك ما يفهمهاش غير اللعيبه اللي زيه زيك. طبعا طبعا انت نجم مصر كده. الله يخليك. لا لعبه جميله، انا حبيت احييك عليها قدام الملايين يا علي، لانه في ناس يشوفوها ما يفهموش ال 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 الجزء الفني اللي فيها، لان الجزء اللي فني فيها عالي قوي يا علي يعني. الحمد لله. وبرضه السنه اللي فاتت يا كابتن جبت جون وحضرتك كنت مشكك فيها اصيدها ولا مش اصيدها لو تفتكر ماتش التروجيت. لان انت حاجاتك بتحيرنا يا علو، حاجاتك بتحيرنا. ربنا يخليك يا كابتن مصطفى. توفيق يا علي ومتالق دايما يا علي. ربنا يخليك يا كابتن. اشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا. يعني لما يبقى في فنيات حلوه لازم نشجع اللعيب ولازم نديله احساس ان هو، لان هو لعيب كبير ولازم يحس بالتاتش الفني بتاعه. هو من ناحيه الشمال الطبيعي هو بيرفع لان الزاويه مقفوله شويه، هو عشان اشول وحريف فحط جنب الجزمه من بره خالص خالص، لازم يبقى متحكم قوي قوي في انكل رجله وفي وشه وفي مشط رجله ده عشان يحطها بالقوه وبالاتقان ده، عشان كده كان لازم نحييه. طيب يعني اكيد يا كابتن، اولا طارق يحيى، كابتن طارق مساء الانوار يا كابتن. وهارد لك يا كابتن النهارده اكيد، يعني طبعا مباراه لم تكن تتوقعها بتالي يا كابتن طارق، وعشان كده عايز اسالك ايه اللي حاصل؟ والله يا كابتن هو طبعا ما فيش شك طبعا ان احنا يمكن الهدف الاول دربك الدنيا شويه، جه في الدقيقه 5 وبعدين عقبه على طول، يعني في الدقيقه 35 كنا خسرانين 3 وبعدين الثلاث كور او الثلاث اهداف الاولى كابتن مدحت من ضربات ثابته بالظبط. والغريب والعجيب ان احنا يعني عارفين كويس قوي الكور الثابته بتاعت المقاولين ودرسناها وقايلين مين مع مين وكل واحد يمسك واحد، لكن للاسف الشديد حصل عدم التزام بالكور الثابته. الثلاث كور الثلاث اهداف اللي جم في الاول جم من كرات ثابته ما جوش من جمل يعني. نعم. ودي اخطاء بتحصل من لعيبه، واحنا مميزين على فكره بالكور الثابته، يعني احنا عندنا النهارده احنا بنلعب بثلاثه في القلب، بنلعب باحمد السيد ورامي وبكري، الثلاثه طوال ما شاء الله ويقدروا يتعاملوا مع الكرات الثابته بشكل جيد، ولكن للاسف الشديد تعاملنا معاها بتراخي لدرجه ان الجون الثاني او الثالث اعتقد المساك محمود عزت، محمود عزت حطها وتابعها وجابها جول، يعني حتى حاجه غريبه جدا النهارده ورجعت. من المفترض ان على الاقل طالما هو خدها ما ياخدهاش ثاني، يعني الراجل طلع وراح براحته وحطها ثاني. فهي اخطاء، والحقيقه الشوط الاول كان يعني شوط للنسيان، يعني شوط الحقيقه من مطر المقاصه كان سيء جدا وعدم التزام، وكان في مساحات كثيره جدا لفريق المقاولين العرب. لان احنا عارفين كويس قوي ان فريق المقاولين العرب عنده قوه هجوميه كبيره وكنا عاملين حسابنا بالكلام ده كله، لكن للاسف احنا ما كناش كويسين الشوط الاول خالص. ما جيناش يعني بمعنى اصح اللعيبه كلها ما جاتش يعني. انا بتفق معاك، يعني لو قدر ليك الموسم القادم مع مصر المقاصه يا كابتن طارق، هل هتراجع يعني معدلات السن في الفريق، ولا انت مقتنع ان هذا الامر ليس له تاثير على الاطلاق؟ بص يا كابتن، هو طبعا يعني مع يعني مع احترامي كلام حضرتك، هو السن طبعا مهم جدا، ولكن لا. انت بتمتلك لعيبه من الخبرات اللي تقدر تعديك اي مباراه، وخاصه المباريات اللي بتبقى فيها تنافسيه. يعني انا النهارده قلت لهم ان الفرصه الاخيره لينا ان احنا نحتفظ او نتقدم لمركز الرابع، احنا جات لنا فرصه الاسبوع اللي فات نبقى ثالث. ثالث مش رابع. تخش ثالث، خاصة الاتحاد السكندري الأسبوع اللي فات تعادل أعتقد، وإحنا كنا بنلعب الرجاء، فلو كنا كسبنا كنا هنبقى 26 بونت، كنا هنبقى فوق الاتحاد والمقاولين. 1-1 خلصته أعتقد. المباراة للأسف تعادلناها برضو، ما كانش برضو الولاد في حالتهم. فتعادلنا مع الرجاء في مباراة الحقيقة يعني عايز أقول لك ضيعنا أهداف غير طبيعية غير طبيعية. نعم. 4 أهداف في الشوط الثاني يا كابتن مدحت جوه الجون، الحقيقة كان ممكن جدا النتيجة تبقى لصالحنا. 4-1 مستريح يعني، كنا احتفظنا أو نطينا المركز الثالث. لكن هي دي كورة، وزي ما أنت بتقول لو أنت ضيعت الأجوان اللي بتجي لك استقبل بقى، يعني هتستقبل. بالظبط بالظبط. لكن النهاردة الوضع كان مختلف، إحنا استقبلنا بدري قوي. واتضغطنا نفسيا وعصبيا وبدنيا برضو قوي. اولا طبعا احنا بنسخن، حسين السيد اصيب في الاحماء فطبعا دخلنا فؤاد سلامه، ثم بعد كده غيرنا تغييرين اضطراريين في المباراه. اوتو بونج ما لحقش المباراه، عندنا غيابات اوتو بونج وسامع العيدروس
عندنا ايضا احمد علي، عندنا احمد عبد الغني، عندنا مجموعه من اللعيبه كتير كانت غايبه عن مباراه النهارده بتاع الاصابه وعدم اكتمال الشفاء ليهم وايضا لنواحي فنيه يعني. نعم. فكنا بنعاني النهارده الحقيقه، برغم من كده بدانا المباراه باثنين ولاد صغيرين فريد وعمرو بركات، ادوا مباراه مش وحشه، لكن طبعا انت عارف يا كابتن مدحت لما بيبقى البديل بعيد عن الملعب طبعا بياخد وقت طويل عقبال ما بيرجع. طبعا طبعا. لكن هي مباراه او الشوط الاول بالذات ده انا قلت لهم خلاص يعني شوط للنسيان. قلت لهم ده للنسيان بقى طبعا، ونفكر في الشوط الثاني وننزل نشتغل. هم اشتغلوا الشوط الثاني بشكل كويس وجبت جونين، كنا افضل وكنا جونين وضيعنا جون كمان. ولكن هي دي كره القدم. مؤكد يا كابتن طارق؟ طبعا مؤكد، مكمل لنهايه الموسم طبعا. والله يا كابتن انا يعني انا اعلنت النهارده ان انا مش هقدر اكمل، لكن طبعا دي انا بعتبرها برضو هروب من المسؤوليه. فانا هكمل نهايه الموسم تمام ان شاء الله باذن الله مع الفريق، رغبه اللي هو محمد عبد السلام ورغبه طبعا انا بحترمهم جدا وبقدرهم طبعًا جدا طبعا، وناس محترمه وناس الحقيقه مش مخلينا. كابتن طارق انت عملت كتير للفريق يا كابتن طارق، وبعدين انت عملت شكل، انا مش بجاملك، انت خليت مصر المقاصه على خريطه كره القدم المصريه، وبعدين النهارده انت ما انتش بعيد، انت في المركز الخامس برصيد 23 نقطه، هذا رصيد جيد وايضا مركز جيد في ظل المنافسه الرهيبه، وما لعبتش ولا مباراه في الفيوم على ملعبك. انا مش بسوقك ولا بحسن من الامر، ولكن هي كره القدم شوط للنسيان وانتهينا، وخلينا محترفين وبنكمل شغلنا وكل حاجه، وربنا يوفق في اللي جاي يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله طبعا طبعا طبعا. الكلام اللي خرج مني في بعد المباراه كانت انفعال انفعال انفعال، الواحد كان متعصب جدا وبتنرفز. صحيح. المباراه كانت صعبه علينا، لكن بنقول الحمد لله والشكر لله، وان شاء الله باذن الله لو قدر لينا واحنا قاعدين في الموسم اللي جاي هيبقى لنا تخطيط تاني وشغل تاني ان شاء الله باذن الله مع مصر المقاصه. مظبوط يا كابتن. مصر المقاصه مره ثانيه يا كابتن زين. ان شاء الله طبعا يا كابتن، وتبقى على ملعبك باذن الله. اشكرك يا كابتن طارق. اشكرك اشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا. طيب ننهي بمكالمه وبعدين اخد بقى حاجات. انتوا انا قلت لكم النهارده هل الاهلي او الزمالك يستحق بطوله الدوري العام وليه؟ جات لي طبعا رسائل كتير جدا، هقرا 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 منها ما تقلقوش. نجم نادي سموحه ابراهيم عبد الخالق، مساء الانوار يا ابراهيم. مساء الانوار يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا ابراهيم، وهارد لك النهارده. الحمد لله على كل شيء، اولا ببارك لحضرتك على البرنامج الجميل اللي مصر كلها متابعاه طبعا. ربنا يخليك. وببارك لبلاد النهار لوجود حضرتك فيها طبعا. الله يخليك يا ابراهيم، اشكرك يا حبيبي. يعني حابب تعقب ايه على مباراه النهارده؟ تحب تقول ايه يا ابراهيم؟ والله يا كابتن مش عايز اقول، يعني وارد الخساره طبعا زي ما حضرتك عارف، وارد المكسب والخساره. ما كانش في حالنا الشوط الثاني بالذات، ما كناش في حالنا يعني، فتحنا الملعب قوي. كنا مستعجلين الفوز يعني، عشان طبعا حضرتك عارف نلعب المركز الاول. فما كانش يومنا النهارده يعني، كان باد لك النهارده، بقول ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. انتوا عندكم ماتشين في منتهى الاهميه اللي جايين. عندنا الاهلي ان شاء الله في القاهره، وانبي عندنا، والرجاء عندهم، والمقاولين ان شاء الله عندنا في سجن، والمقاولين هتختموا بيه الموسم ان شاء الله. كل الماتشات صعبه يا كابتن، كل الماتشات صعبه ده. ان شاء الله. يعني انتوا فريق عملتوا انجازات هايله يا ابراهيم الحقيقه الفتره دي، وشكلكم حلو في جدول الدوري، شدوا حيلكم وحافظوا عليه. لا ان شاء الله يا كابتن، احنا وعدنا الاداره ان شاء الله هنبقى في المربع الذهبي، والكابتن حماده طبعا ان شاء الله، الناس مش مقصره معانا طبعا، بتمنى من ربنا ان شاء الله نكمل ونكون في المربع الذهبي ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك يا ابراهيم، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا ابراهيم. قبل ما اقرا بقى شويه حاجات كده